افترض يعني أن يرد جوابا معينا بصرف النظر ما هو هذا الجواب خلال 10 أيام، وبالتالي أنه أعتقد بأنه هو كان يطلب بالأصل ردا شفوي ردا مكتوبا. صحيح. حصل من المسؤولين اللبنانيين من الرئيس عون بالتحديد على جواب شفهي. السبب أنا برأيي فيها نوع من الحكمة، هذه عدم إعطائه جواب مكتوب. جواب المكتوب يعني هو هذا مطالبنا، وبالتالي تصبح هذه الإجابة وثيقة مكتوبة. بالجواب الشفوي لا يمكن أن نعتبر ذلك جوابا رسميا ونهائيا، وهذا يعني بعلم التفاوض مطروح ومقبول وكل المتفاوضين يعرفون ذلك. لكن حقيقة الأمر هناك مجموعة من التساؤلات التي يمكن أن يطرحها أي مراقب وحتى غير المراقبين، حتى المواطنين اللبنانيين، أنه لماذا تم يعني أنا لأول مرة أقرأ أو أسمع على سبيل المثال بأنه بالمفاوضات عادة بتم رفع السقف حتى تحصلين على يعني على مطالب معقولة، بس هذا لا تجهرين به خلال وسائل الإعلام. يعني عندما قلنا بأنه الخط 29 هو الخط التفاوض، من الذي أجهر بهذا الأمر؟ يعني من الذي خرج وقال بداية أنه الخط 29 هو خط تفاوضي ومنه الخط الأساسي اللي نحن الرئيس عمنا. الرئيس يعني فخامة الرئيس يعني بحديث لصحيفة الأخبار بعد التاريخ 12/2/2022 مش باط يعني 12/2 رد بعد 3 أيام الرئيس السابق للحكومة حسن دياب رد على ذلك وقال بأنه أنا أشعر بألم كبير، وبالتالي أدعو إلى استيقاظ الضمير والتاريخ لا يرحم. هذا البيان الذي أصدر الرئيس حسن دياب ب 15/2/2022. أيضا بجريدة الجمهورية يعني كان في كلام واضح للوزير الخارجية عبد الله أبو حبيب ب 18/2، لاحظي كلهم وراء بعضهم 12/15/18، قال نحن أنه لا نريد أن نذهب إلى معارك شعبوية، نحن نريد أن نأكل العنب حرفيا. يعني هون يعني برأيي أنه نحن فسحنا المجال مباشرة للتنازع عن خط 29. أم إجا باثنين أدار بعد كل هذه التصريحات وطلب ووضع الرسالة عبر السفيرة الأمريكية؟ صح. وطلب الإجابات المكتوبة. هلأ ما حصل على الإجابات المكتوبة، هذا الشيء أنا برأيي هذا الشيء المريح. شو بيعني عدم الحصول على إجابة مكتوبة؟ هل يعني ذلك أنه ما زال المرسوم 6433 تعديل هذا المرسوم ورقة ضغط يستخدمها لبنان بحال رفض الإسرائيلي العرض اللبناني، بحال حس أنه الوسيط الأمريكي ربما، وهذا واضح أنه هو يفضل المصلحة الإسرائيلية على المصلحة اللبنانية؟ لا تستطيعين أن تقولي بأنه إذا فشلت المفاوضات منعود من طالب بال 29، أنت تنازلت عن ال 29، أصبح خارج السياق. النقطة 29 أصبحت خارج سياق التفاوض. في كلام لرئيس الجمهورية وفي كلام لوزير الخارجية وفي خطابات يعني وفي أهم خطاب قانا مقابل كاريش لهذه المعادلة التي وضعها الوزير جبران باسيل. يعني الخط 29 خرج من الدائرة. هو نفسه الوزير جبران باسيل الذي وضع هذه المعادلة، معادلة حقل محتمل مقابل حقل مستكشف ومنقب فيه وسيتم الإنتاج منه. هو قال في آخر إطلالة إعلامية له أنه نحن بحال كان في رفض إسرائيلي علينا فورا أن نضع 29 على الطاولة كورقة ضغط. هذا يعني فشل المفاوضات وتأجيل عملية التفاوض والنتائج التي يمكن أن تترتب عنها إلى أجل غير محدود. أنت وقت تنازلت عن خط 29 أو على نقطة 29 ما فيك تطالب فيها مرة أخرى. ما الكلام الذي نقل عن فخامة الرئيس عن وزير الخارجية وحتى عن الوزير جبران باسيل الذي هو السائق تعتمد بأي عملية يعني تفاوضية. هذه الوثائق تحل محل الرد اللبناني الشفوي بالشفاهي؟ أكيد الطرف الآخر أو حتى الوسيط إذا اعتبرناه وسيطا يعني يأخذ هذا بعين الاعتبار. يعني عندما يقول رئيس الجمهورية أنه هذا خط للتفاوض وحدودنا البحرية، عم أقول كلامه بجريدة الأخبار بكرر 12/2/2022 أنه هذا حدودنا البحرية الخط 23. يعني نحن لسنا لنا حق وفق ما قاله فخامة الرئيس بالخط 29 أو بالنقطة 29، يعني متنازلين سلفا عنها إذا كانت تستحق لنا. فأنا برأيي لا، أنه الآن التفاوض في خط شبه جديد، الخط 23 متعرج بعض الشيء، يعني مختلف عن الخط الذي كان رسمه هوكشتاين. خط شبه مستقيم في تعرج يشمل فقط حقل قانا. بس السؤال هنا من يضمن وجود الغاز
أو النفط أو أي صنف من أصناف الطاقة في هذا الحقل، ما حدا نقب لغاية الآن. ولذلك أنا كتبت وأخشى أن نستيقظ في ليلة في صباح ما ونشأ ونكرر نفس المشهد الذي رأيناه في البلوك رقم 4 في البترول. غلطة كبيرة أن يطالب لبنان بكامل حقل قانا ويستغني عن 1430 كيلومتر مربع لجنوب 23. نحن إذا أخذنا حقل قانا، يعني الاتفاق الإطار الذي كان حوالي 860 كيلومتر راح ترتفع المساحة إلى 1200 كيلومتر، يعني في حوالي 400 كيلومتر. بس نحن لا نعلم أين ينتهي حقل قانا، يعني أساساً عندما أتت البواخر بواخر توتال وقامت بالمسح لم تتعدى الخط 23. صح. يعني وهو حقل محتمل، حقل بالضبط، حقل محتمل. هنا يعني هنا بيت القصيد كما يقال، انه انا عم طالب بحقل محتمل، وبالتحديد يعني ينطبق المثل الشعبي انه انا عم بشتري سمك بالبحر. صح. ما في عندي شيء. فإذا الإصرار على هذه المطالبة ناتجة أنا برأيي عن مسألتين. مسألة أساسية، غياب الخبراء الحقيقيين، وبالتالي عدم الجدية بعملية التفاوض، وعدم أخذ عملية التفاوض بأنها مسألة استراتيجية تهم مصير لبنان الحالي والمقبل أيضا. يعني في نوع، إذا بدك، ما بدي أتلفظ بأي كلام يعني ممكن أن يسيء إلى أحد، بس في عدم جدية مطلقة بعملية التفاوض. أنا وقت اللي عم طالب إنه يعني حقل كاريش من 2018 ثبت إنه في غاز، وبالتالي في عدة شركات، متذكر يعني بالسنة الماضية أيضا إنه إحدى الشركات الأمريكية اللي هي هالبيرتون كمان يعني كمان أخذت، إذا بدك يعني، أو وقعت نوع من العقد مع الإسرائيليين للتنقيب عن هذا الأمر. نحن لغاية الآن إنه هذا الحق اللي نحن الآن عم نطالب بالدفاع عنه وبأنه أن يكون تحت يعني تحت السيادة اللبنانية، ما عارفين ماذا يختزن، وما عارفين أيضا حتى إذا كان يختزن شيء، بالأكيد فيه، بس ما هي الكميات التي يمكن أن تكون موجودة فيه، ولا هي قابلة للإنتاج وقابلة أيضا للإنتاج التجاري. ما كل هذه الأسئلة لابد أن تطرح. هنا أعود مرة أخرى إلى الكلام الذي قلته قبل شوي، بأنه نحن بحاجة إلى خبراء حقيقيين. للأسف نحن أخذنا الموضوع التفاوض بأبعاده السياسية وتفاصيله السياسية وأهملنا القضايا التقنية. طب هم عن قصد ربما أو عن غير قصد استبعدوا الوفد التقني اللي كان موجود بالناقورة. هذا الخطأ الكبير. طب ألم يكن يجب الكبير. أن يكون لا. هناك فعلا خبراء موجودين خلال هذه الزيارة؟ هذا التفاوض أصلا يفترض أن يكون من الخبراء، وبعد ذلك بدون شك يعني الخبراء هم الذين يقدمون دراساتهم ورؤاهم، وبالتالي النتائج التي يمكن أن يتوصل إليها بكل ما له علاقة بالتقنيات وبكل ما لها علاقة أيضا يعني بالتفاصيل التي لا يمكن أن يعرفها السياسي مهما كان، مهما على كعب هذا السياسي، بس بالأخير السياسي بيغطي التقني، وبالتالي التشاور بده يكون بين التقنيين وبين السياسيين، اللي بالاخر الدوله اللبنانيه كاطار سياسي هي التي سوف توقع. نعم. مش الخبراء القانونيين وايضا الخبراء التقنيين، لا، انه في مساله فيها خطا كبير. لذلك اذا بدك يعني هذا النوع من يعني هذا النوع من الارباك الذي نسمعه من مختلف القوى السياسيه، يعني حتى لا نستثني احدا يعني، بس انه في عمليه ارباك واضحه، انه بالبدايه انا بدي طالب بخط متعرج او خط مستقيم او بحقل قانا او بحقل كاريش او بحقول اخرى يفترض ان تكون امامي الدراسات. طيب. واضحه تماما، وهذا الذي لم يكن موجود ومش موجود لغايه الان. صحيح. برايك من الخطا، واضح انه خطا كبير، خلينا نسلم انه في خطأ لانه كبير. لم يركن المسؤولون السياسيون الى اراء التقنيين والخبراء. هي واحد. خلينا نسلم فيه. هي واحد اثنين. نعم. طب اليوم اذا نحن عارفين، اذا خلينا نروح عند الاشخاص اللي عم بيقولوا ال 29 كان خط تفاوضي. طيب لنعتبر انه الخط 29 لم يكن حقا وكان خط مجرد تفاوضي لنعلي السقف. طب اليوم نحن عم نجي نحط سقف اللي هو 23. طب عاده نحن لما بنفاوض بدنا نحط سقف عالي لنحصل على اقله على المتوسط. طب نحن اذا عم نطالب اليوم ب 23 ممكن يطلع لك اقل. ايه شو طبعا. شو بنكون عملنا، شو بنكون استفدنا؟ الجواب واضح، ما الجواب واضح، جواب واضح تماما. هلا هو التعديل الذي حدث انه دخلنا كل حقل قانا ضمن الخط 23، وبالتالي زدنا حوالي 400 كيلومتر على عمليه التفاوض، بس انه هل تحصلي على كامل ال 400 كيلومتر
ما سؤال كبير، ما الإسرائيلي بده يفاوض، والإسرائيلي مستند إلى عوامل قوة حقيقية، إن كان قوة فعلية وإن كان أيضا قوة دولية وعلى رأس الولايات المتحدة، في حين أنت بهذا الظرف الذي تعيشين فيه بحالة انهيار كامل بعدم توحد الموقف السياسي ومجردة بصورة عامة من كل عوامل القوة، يعني أنت بالموقف الأضعف، فلذلك كانت المطالبة بالخط 29 أو البقاء بالمطالبة بالخط 29 عملية ضرورية جدا ضرورية جدا. طيب. مش انسحب 6 نقاط وبالتالي أنا أقول أنه هذا حقي، يعني هو كمان أنه في نوع إذا بدك من الهزء، يعني بالحوار الذي أجرته معه قناة الحرة لهوكشتاين قال أنه نحن بدنا نبتعد عن الشعارات، مش مهم الشعارات، حتى لو كان في عندك حق، إذا ما كان في عندك يعني الاعتبارات القانونية ما بتاخد حقك حرفيا، وبالتالي لا، أنه نحن أمام معركة شرسة ومعركة ومعركة مريرة ومعركة مصيرية، وبالتالي أنا برأيي كان يجب أن تكون عملية التفاوض مختلفة كل الاختلاف عن هذا المشهد الذي نراه. هل كان يجب أن يطلب لبنان تغيير هذا الوسيط برأيك؟ يعني واضح أنه هذا الوسيط يلعب دور منحاز جدا إلى العدو الإسرائيلي. ممكن هو خدم الجيش الإسرائيلي أصلا. نعم. هو خدم، بس أنه بالوقت نفسه لما تكون أوراقي جاهزة، يعني كم شركة أجنبية استشار لبنان؟ شو الاتصالات الدبلوماسية اللي عملها لبنان؟ يعني برأيك يعني كان حاليا لازم يقوم لبنان طبعاً لبنان فريق عنده فريق دراسة فريق من في فريق في يفترض كان يشكل فريق تفاوضي حقيقي تقني عليه غطاء سياسي، هذا مش الآن، مش من شباط، مش من منذ ما قبل شباط 2022، لأنه عملية التفاوض التي تجري ما هي قد تستمر بعد لسنوات عديدة، يعني كمان انه يعني نحن حتى لو تم التسليم على سبيل المثال، هلا عم ينحكى انه خلال مده قريبه ممكن انه ان نصل الى نتائج معينه، بس انه بالاخير انت وقت بدك تنقبي وبدك تستخرجي وبدك تبيعي هذا ياخذ سنوات عديده، بالحد الادنى 4-5 سنوات او 6 سنوات. صح. فبالاخير في صفقات تجاريه، احنا مش ضاربين ضربه بعض بالضبط، وزائد ايضا انه الصفقات التجاريه بدك تعمليها مع الدول المستورده ما كمان تخضع لظروف سياسيه ولظروف موضوعيه، يعني مش كتير يعني نحاول انه ندبك ونغني والى اخره. طيب. لا، انه المساله طويله انا برايي، بس بدي اعود اشدد على مساله انه اليه التفاوض كان يجب ان تكون مختلفه تماما. طيب، حصل ما حصل وقدم لبنان هذا المقترح، ننتظر الاجابه من العدو الاسرائيلي. برايك هل سيوافق العدو الاسرائيلي على اقتراح لبنان الجديد ب 23 متعرج مع العلم انه العدو الاسرائيلي يعتبر خطه هو الخط رقم 1؟ صح صحيح. امبارح في مركز الابحاث الاسرائيليه نشين شغله بعتقد هي رساله، ما هني عم بيقولوا انه في امكانيه لاستمرار العمليه التفاوضيه لاجل غير مسمى، فلذلك نحن بنعطي لبنان نفط او غاز من كريش وببيعهم، وعندما يتم التوافق على عمليه التفاوض وبصير في حق الكريش، عفوا حق القانا قسم منه او كله او نصفه او ثلاثه ارباعه، بيعود يرجع لبنان ما اخذه من اسرائيل، يعني عمليه تطبيع واضحه تماما. لكن هذا لن يقبل به لبنان. لن يقبل، بس هني عم بيحاولوا الان يقذفوا افكار متعدده، هذا الكلام امبارح امبارح بالضبط، وعم يعني صدر عن اهم مركز ابحاث اسرائيلي، وبتعرفي تماما انه مراكز الابحاث يعني إسرائيل عادة هي بتشكل الأرضية الأساسية لاتخاذ القرار، أو على الأقل يكون لها تأثير وفواعل كثيرة أيضا بعملية اتخاذ القرار، كان الأمني أو العسكري أو الاقتصادي أو أي شيء آخر، عم بيزتوا مثل هذه الأفكار أيضا لامتحان ما يمكن أن تكون عليه ردة الفعل من الطرف الآخر اللي هو نحن، في حين أنه نحن ما في، يعني أنت لاحظي أنه فقط نحن عم نتابع مواقف القوى السياسية، أنه توحد الموقف اللبناني أم لم يتوحد الموقف اللبناني، انه بناخذ حق، بناخذ شيء بنوقف السفينه اليونانيه او ما بنوقفها، بناخذ حق القانا او ما بناخده، عم نكون دائما على سطح الاشياء، وبالتالي ما عم بكون في قدامنا دراسات حقيقيه حتى نقدر ندرسها وننشرها بوسائل اعلامنا ونناقشها على الاقل كمراقبين او كسياسيين، هذا مش موجود، في حين بتفوتي على وسائل الاعلام الاسرائيلي للاسف الواحد مضطر ان يستشهد بما يقدمه او بما يفعل عدوه، بس تلاقي في
عشرات الدراسات الموضوعة بل مئات الدراسات كل يوم تقريبا في يعني في مقابلات وفي دراسات وفي مقالات حول هذا الموضوع، لأنه بيعتبروه أنه موضوع استراتيجي وموضوع مصيري وموضوع وطني، وطني بين قوسين طالما عم نحكي عن إسرائيل. بلبنان هذا الأمر كله غايب. نعم. هون بنعود بنرجع إذا بدك للجدية التي كان التي غابت التي غابت عن عملية التفاوض إلى أن وصلنا إلى هذه الحالة، إلى ما وصلنا إليه. طيب يعني اليوم قد يقبل العدو قد يرفض هذا العرض، نوصل لنتيجة؟ بده انا برايي هو بده يفاوض عليه، لان انت وقت بيكون حق القانا المحتمل مثل ما سميتي اكيد مش راح يعني حتى لو وافق فيما بعد، انا برايي بس انه لن يوافق سريعا في حال حدث هذا الامر. اليوم بس انه كمان خليني اقول شغله، هو كمان عم يطرح انه، وهذا كمان كان طرحه هوكشتاين قبل فتره وقت اللي اجى بشباط لعنا، كان طرح كمان ايضا انه مش مهم الحدود، المهم ما هو موجود تحت الماء وبالتالي الطاقة. إنه ولذلك يعني تم الحديث آنذاك حول إنه أن تأتي إحدى الشركات الأجنبية ووحدة منها قد تكون إماراتية تستخرج هذا الغاز أو هذا النفط وتوزعه على الطرفين، الطرف اللبناني والطرف الإسرائيلي. لكن هذا العرض سقط هذا الاقتراح، رفض الرئيس بري وأيضا حزب الله لا يقبل سقط هذا الاقتراح، بس ما زال موجود. نعم. ما زال موجود، وكلما تعثرت عملية التفاوض أو كلما تعثر الوصول إلى نتائج عملية وحقيقية مثل هذه الأفكار سوف تعود إلى البروز مرة أخرى. نعم.